السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متتبعي قناة سمية للطز بالكمبيوتر. كنتمنى إن شاء الله باش يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الظروف أحسن الأحوال، مع متمنياتي بالصحة والعافية والألطاف الخافية، واللي عندها شي مويكنة الله يسهل عليها بالكليان وحتى ما تصابش كيفاش تحكتها في راسها، واللي عاد باغية تشريها الله يسهل عليها. عرفتي تعيطوا لي الناس يسولوني واش مزيانة واش نزيدو واش نتكلو على الله ولا ما فيها شيء. هاد الماكينة هادي راها مزيانة اخوتي اخواتي، راها مزيانة وفيها فليسات. انا براس انا اللي ما عنديش الكليان وما دايش الاشهار راسي، يلا ديت هاد القناة عندي الحمد لله البركة، الحمد لله البركه. كيف خديتها انا تنقول لكم كيف خديتها، ما تكملش حتى 3 شهور ولا 4 شهور الناس كتبدا بقفيطان جليبه، وانا جاتني دار ديال طلامط فيها 27 خديه، طيزتها بداك الخريبه الكبيره الخريبه البهجه او الدنيا جات اللي تيقولوا زمان العروسه تجوج خصها داك الطلامط ولا بد ديال الخريبه او ديال البهجه او الدنيا جات. هذيك الرشمه كلها طيزتها انا في كل خديه، وكل خدي ديك الرشمه فيها 12 لون، وانا عندي الماكينه فيها 9 ليباري. داك ثلاثه ديال ليباري تنبدا نحيد لون تنبدا نعاود نبدل ثلاثه ديال الوان. المهم ما تكون حتى نتوما ان شاء الله وكدار الطلامط تمشي من طيزو الطليمطات وطيزو الخليديات ومع الحوف راه كتوصل القضيه حتى ل 2 مليون. ويا مسهل كاين الصوره ديال العروسه، كاين لي ناب، كاين لي كويت، كاين اللي باغيه الخدادي بلا طلامط، كاين اللي باغيه طلامط، كاين مبرا، كاين ستان. هاد الماكينه اللي عطيتيها كتقول لك انا معاك، عطيتيها السكاي، عطيتيها الجلد، عطيتيها ميكا، عطيتيها الفوط، عطيتيها المبرا، ستان، الكخيب، داك موسلين، كلشي كطيزو الحمد لله. فيها فلوس ديال الربح، فليساتها مخلوفين مخلوفين مخلوفين. انا ديالي كنبيعها فيها جوج ديال الريوس، وبها بديت الحمد لله دخلت عليا بالرزق بتيسي، ودابا كنبيعها وما سخياش بها، لان انا هاد اللي رحاله نمشي للدار هي صغيره صافي عينه من الكبار وداكشي. دونك الماكينه هادي نحيدها وغادي نجيب غير الصغيره 80 على 50 بركه علي. وهي عندي فيها جوج ديال الريوس اللي ماشي نبيعها دابا اللي طالقها للبيع، الله يسهل فيها سهل عليه اللي ماشي يطيح فيها، وراها مباركه مسعوده برزقها. انا ما كنعرف والو، بديت في الطلانط وخدالي على ما تعلمت لها، والسيستيم ديالها ساهل على هادو ديال الجدود. هادو الجدود كلهم فيهم داك التيويات، فيهم داك الخنطائر باش توصل الخيط الليبره، هادي لا هادي الطريق ديالها ساهله بزلاقها. والمهم الله يسهل على كل واحد فينا، اللي باغي شاريو كبير، اللي باغي شاريو صغير، اللي باغي غير هذا. المهم كلهم تيخدموا، كلهم صالحين، كلهم يطيزوا المبره الغليظه والرهيفه والجلد وكلشي. الناس هاد العشيه عيطوا لي جوج الناس كيسولوا انا مزاوك، قلنا واش نزعموا ولا نمشوا بحالنا. انا تنقول لكم زعموا وتكلوا على الله والكمال لله، والصنعه الا ما غنات كتستر وتتزيد حتى في العمر، واقيلا كتزيد في العمر. المهم عندي اليوم واحد الدرس وجات المناسبه ديالو، وهادي شحال وانا كنهضر لكم عليه غير سطحي. تقول لك لوجيسيانات كاين لومبورد، كاين ديزاين ديال المقص ديال تنقطعو الرشمه او كانت كبيره او هذا كنقطعو منها طريفات، هادي تنقطعو منها ماشي كنقصو منها لي بوين. كاين عاود ليوس ديال باش دير لك كرياسيون بيكاج، كاين لوجيسيان عاود ديال الهيبر. الهيبر هو هذا اللي ماشي يكون درسنا اليوم. واحد السيده الله يكمل عليها بخير وكنشكرها اللي خلاتنا نديرو فيديو على الرشيمه ديالها وعلى قفطانها، مازال ما نوريش القفطان دابا يلاه كنهيئ لها الرشيمه ديالها. ديتها شونتيو هذه الطريزه على المبره اللي هي هذه قبلتكم، ديتها على المبره جات مفلقه كتبان هنا مزيان هانتوما، ولكن كانت خدمت على ساتان او شي توب رهيف او منين تخدمت على المبرة ديال شانتيو جات فلاك، جات المبرة خارجة ما بين الغيزة الغيزة. هانتوما منين كندير توب ساتان كتخدم من داكشي، منين كندير هكا واخا عاود تنسالي الخدمة وتنعاود الخدمة جا داكشي. وهداك شنو خاص هاد الرشيمة، خاصني ندخل هداك لوجيسيان ديال الهيبي ونزيد فيه لي بوان،
وهاد لوجيسيان كيصلح ماشي غير تزيد فيه به لي بوان، نقصو حساب به، كتدخل لك الشيمه ديالك ليلو وكتزيد او تنقص نتينا اللي بغيتي. الا كانت الشمعه عاوتاني معوده ومشارجيه بزاف كنعاون نقصو منها، كتدخل هاد لوجيسيان هاد الهبي وكتعاود تنقص منها. هاد لوجيسيان الهبي كتخصو الشمعه تكون فيها تكون محوله لاكس اكس اكس. انا حولتها، هي هادي الشيمه محوله لاكس اكس اللي كتبان لكم، ها هي نطلعها هنا اكس اكس، موديل 27 اكس اكس. حولت الاكس اكس وخليتها، انا عندي مسجله في البيرو. نتوما ملي تبغاو تحولوا الشيمه، سبحان الله اللي عنده اللوجيسيون ما كيعرفلوش. انا اليوم غنعطيه الشرح التام، واللي ما كانش فهم نعاود مسعده نعاود ثاني نعاود لكم. ولا بد الهيبي كيبغي الشامي يكونوا محولين للاكس اكس اكس 3 اكس، عاد يمكن تخدم. وكتبداو ثابتين الشمن دوسي ما عندكم غير الشمن اللي باش تخدموها، باش ملي كتدخلوا هذيك تشعلوا تتحلوا الهبي الدوز لوجيسيال الهبي، كتقلبوا على الدوسي اللي عندكم شي ما فيه. بحال دابا انا عندي هذه مسجله على برا في البيرو ديال البيسي، غادي نخرج بحال هاتي من هنا، وها هو البيرو. انا عندي هذا هو البيرو، غادي نمشي للوجيسيال اللي هو هاش اس، هو الهبي هو هذا، غنكليكي عليه تقطع لي هكا الهبي ستيتش، هذا اللي تحل. غادي نبريك على اوكي اوكي، كطلع هادي كنحيدوها، كنبريك على الفيش الحمراء وكنجيو الفيشي، هاد الفيشي هادي نكليكي عليها كيخرج لي هكا، صافي يخرج هاد النوفو، كنحيد عليا هادي تخرج هاد الطابلو، هاد تتولي الشاشة كحلة. تنعاود نرجع الفيشي وكنعيط نكليكي على شارجي، سمحوا لي ها هو خرج لي البيرو. ايوا دابا غادي نقلب على الشيمة ديالي، ها هو خرج لي البيرو، داكشي اللي عندي في البيرو كله خرج هنا. نتوما الا كنتو مخبعين بشي سمية ديال شي دوسي، غادي يخرجو لكم هنا الدوسيات، غتقلبو على السمية اللي فيها الشيمة. غادي نقلب غادي نقلب غنقلب الشيمة ديالي محولة ليزيكس اكس اكس اكس، هي هادي هي قبلتكم، هي هادي. غادي نكليكي عليها وغادي ندير هنا اوكي، هاي خرج ليا هنايا، هادي هي الشيمة ديالي خرج ليا هنايا. دابا غادي نمشي الموديفي، غادي نكليكي على موديفي، انا نبريك عاوتاني على دون زيدي، غادي نجي لهنا وانا ندير نكليكي على واحد في الكلافي تيخرج لي هاد الجدول. هاد الجدول واش كيعني يعني اوغمونتي لا دون زيدي، زعما تزيد، غادي تزيد هنايا لي بوان. الا كنت نزيد نكليكي عليه ونجي لهنايا وماشي نزيد على 50، وتزيدو غير شويش ما تزيدوش بزاف. بغيتو تنقصو هاد هادي ديرو نوفيل دي زون تيتي، نوفيل دي زون تيتي. دابا انا هادي نزيد، هادي نكليكي على اوغمونتي هاهي، وغادي ندير غادي نجي لهاد 50، غادي نزيدها شويه، غادي ندير هي 51، ديتي 51 وغندير هنا اوكي. نسيت ما قلت لكمش هاد الشمه شحال كان فيها، كان فيها 20000 وشي حاجه، كانت فيها 20000 وشي حاجه. دابا غادي تولي ليا 36، مزيانه 36000 مزيانه. غنجي لهنا وغادي نسجلها، غادي ندير نبرك على هذا تيخرج ليا هاد وي، غندير وي هنايا، غادي نمشي نقلب عليها في البيرو عاوتاني. نتابع معي اخواتي هيا شنو عطات، عطات 31908، 31908، كانت 20400 وزدتها شي شوية عطات 31900، بركة عليا. غادي ندير نسجلها، نقلك واش تسجلها وي،
غنقلب عليه هنايا، هي هادشي جلت ليا في البيغو ديالي. الشيمه ديالي هي مشجل، وتزادوا فيها النقط. ملي تزادوا فيها النقط ما بقاش كي كانت، تحولت، كانت فهاد، كانت هكا، كانت هاد العريقات هكا مقسومين على جوج هاد الغصينات. ومني زدت فيها النقط، دابا هادي ديال 20000، هانتوما شوفوا، هي كاتبه لكم هنا 20570. دابا تزادت فيها 11000، ولات 31000 وشي حاجة. ها شحال تزاد فيها، زاد ولات 32000، هاهي هادي، اثنين وثلاثين ألف وسبعة وستين، وصافي. أحلى هي تسجلت عندي في البيوع، عاود غادي نحولها للدي إس تي، غنحولها للدي اس تي، وغادي نلوح على الديسكات ديالي ونديها الماكينه نسجلها. هاهي هادي دي اس تي، وندير اوكي، ندير يس، ندير اوكي. شي واحد شي بلايص بقاو فيهم الغريزه الرباطيه، وشي بلايص بقاو فيهم التعمار، ولا فيهم التعمار. دابا غادي نمشي نلوح على الماكينه باش غادي نسجلها مريقله، بعدا غندخل الايديتور لان جايه كحزه لهيه. غنكليكي على هاد الفليشات انا سبق لي وريتهم لك، لان الرشمه ما طلعتش، غنكليكي على هذا، هي الرشمه ديالي طلعت. غادي نطلع الفوق، نطلع الفوق هنايا، هاهي طلعت بزاف. وغادي نسجلها، تنسجلها كنبركو على هذا، وغادي عاوتاني تبرك على ياس، هاهي هادي وصافي. وهادي نلوح على الديسكيت، مازال عوجة طالعة بزاف، نديروها في الوسط، نبارك على ياس، مازال عوجة، نتمنى دابا تكون تعوضت. هاهي لي تعوضت، باش منين نلوح على الماكينة تجيب لي فوسط، تجي فوسط الشاشة ليك ليكخون ديال الماكينة ديال الطيس. دابا غادي نجيب هدا ليكتور، سميتو ليكتور، أنا الماكينة عندي كتخدم ديسكيت، هدا ليكتور، هدا تندخل فيه ديسكيت، كنبرونشي مع البيسي، الراس ديالو راس كلي، تنبرونشي هنايا مع البيسي، وكناخد الرشمة ونلوحة في ديسكيت. غادي نخرجو هو من لورديناتور، هاهو هاد البلاصة ديال ديسكيت، ما فيهش ديسكيت، هانتوما اخواتي، دخلت ديسكيت ديالي لهاد ليكتور، يدي خرج لي ديسكيت من هنايا، دخلت بعدا للبيرو، صبر عاود سمحوا لي نعاود لكم. هانتينا باش نجبد الديسكيت ديالي، كندخلها لهاد الاورديناتور البيرو، ونمشي للبلاصة ديال ديسكيت، نكليكي عليها جوج مرات، هاهو هدا خرج لي ديسكيت عندي مسجلة فيها هاد الرشيمات. غادي نقلب على الرشمة لي صوبت أنا وياكم، وغادي نلوح على تم، نقلب على الرشمة وغادي نلوح على تمايا. موديل 27 تي اس تي، هي هادي اللي باغية نطريزها انا.
اللي هي اللي فيها اللي فيها 31 عاود عطات 31952. دابا غادي نثبت على السميه اللي ماشي ملوحة للديسكيت موضي 27. غنقلب هنا على موضي 27 عندي هادشي عامر خصني عاود نخوي هذا الاورديناتور. فين هي فين هي فين هي موضي 27 هي هادي هادو موضي 27 هي هادي هاي قبلتكم موضي 27 كليكي عليها وندير لها كوبي ونجي لهنا الديسكيت ونديكولي ونكمونسي. عرفتي شنو قال لي الاسباس ديال الديسكيت راه مشارجيا اصلا نشوف شنو عندي هنايا عندي شي حاجه خصني نحيها باش ندير بلاصه للرشمه جديده لانها ولات علينا 32000 رشمه هكا كيقلب غيطلع ليا رشامي اللي ما عندي بها غرض نحيدها باش عاود بلاصتها نعمر فيها رشمه جديده لان الاسباس ديالو صافي دغيا عمر. انا اخواتي من بعد ما حيدت رشمه زايده من ديسكيت لان قال لي الاسباس راه صافي عامر محيت منه داكشي رشامي اللي عندي بها غرض ودخلت رشمه اللي عندي بها غرض هي موضي 27 دي اس تي هي دي دي اس تي نتوما هي دي اس تي هي اللي ماشي نوضو دابا نطيزوها ان شاء الله في الثوب. غادي نعاون نحيدها من ديسكيت نركب ديسكيت في الماكينه وانا وقيتكم في الطريقه هذه شحال هذه كيفاش نسجلوا رشمه من ديسكيت للماكينه او من الكليك الماكينه ديال الطيز. طلعت رشامي ديال الماكينه باش تشوفوا معايا الرشمه اللي عندي بها الغرض هادي نطيزها دابا ما دورش ما ديالنا اخواتي اللي عندي في الكلي هما هادو هادي مصوبه خلاص نديرها مضمره في الكم هي القفطه اللي ماشي نطيز مولاتو هادي هي اللي درت بها درس عليها اليوم على لوجيسيال هيبر هي هادي زدت فيها لي بوا هانتوما شتيها كي كانت في الاول دابا حتى هذا خصو يتبدل كانت رشمه هكا ما زدت فيها لي بوين تغيرت ولات كلها كانت رباطيه غريزه طويله ولات فيها التعمار وانا كنفضل في المبره هذه في المبره كتجي زوينه هذه فيها التعمار. اخواتي تنتمنى يكون هذا الفيديو يكون مفهوم الشرح ديالي واللي ما فهمش شي مستعد نعاود له واخا على الخاص يتصل بيا ويعطيني نمره التليفون ما كاين شيء نعاود له الدرس كله عاود ندير فيديو اخر جديد وكنتمنى بالناس الجدد يتابوناو معنا اذا كانت عنده ابوني حمراء يبارك عليها باش تولي كحله او بيضاء على حسب التليفون واللي عنده ديجا كحله او بيضاء بلا ما يعاود يبارك على ابوني لان ما تعاود يبارك تتمشي كتبان لي انا في اليوتيوب ديالي. وما تنساوناش مني جيم لقات ام عثمان زيدات باركونا عليه اللي جيم صبيع صبيع وتنتمنى في الفيديو يكون مفهوم ومشروح مزيان الى فيديو اخر ودرس اخر اللي عندها شي تساؤل على الماكينه ديال الاورديناتور انا مستعده نعاون نوريها او نوريهم وانا معكم في كل لحظه وفي كل ثانيه ان شاء الله. يلا تنتمنى تكونوا الفيديو سيفكم على خير وبخير وكنودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ما تنسوناش من الابوني ولي جيم باي باي. Thank you.